بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله على بركة الله نبدأ المحاضرة الثالثة في الميديكال ايمجين هانسمنت أو الميديكال ايمجينج. الموضوع اللي اتكلمنا فيه المرة الفاتية اللي بدأناه هو الميديكال ايمجين هانسمنت. هنكمله النهاردة إن شاء الله. المرة اللي فاتت احنا اشتغلنا على البوينت بروسيسنج، أفكركم بس اشتغلنا على البوينت بروسيسنج، خدنا كل التكنيكس في الانهانسمنت باستخدام البوينت بروسيسنج تكنيكس. يعني ايه بوينت بروسيسنج يا شباب؟ نفتكر مع بعض. بوينت بروسيسنج يعني ان انا بشتغل على كل بيكسل على حده ملهاش علاقه باللي حواليها، فبعمل اوبريشن معينه، ايكويشن معينه، بابلاي الاوبريشن دي او الايكويشن دي على كل بيكسل على حده، وبعمل ترانسفورميشن. البيكسل دي بيحصل لها ترانسفورميشن بالقيمه الجديده اللي بعد ما حصل عليها الاوبريشن، وبتتحط في بيكسل جديده في ماتريكس جديده عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى هي دي الماتريكس الجديده اللي حصل عليها الانهانسمنت. تمام؟ تمام. احنا المره اللي فاتت كنا قلنا ان احنا عندنا الانهانسمنت، نفتكر مع بعض. عندنا الاوبريشنز اللي بتحصل على الايمجينج، يا اما اي اوبريشنز عموما، والانهانسمنت جزء من الاوبريشنز دي. تمام. كنا بنشتغل على الانهانسمنت. الانهانسمنت تمام. كنا الانهانسمنت احنا قلنا يعني نشتغل فيه على حاجتين، يا اما نشتغل انهانسمنت على الفريكوانسي دومين او الفاشل دومين. الكلام ده احنا قلناه بس يعني بنعيد من تاني. نشتغل على السبيشال دومين، يعني يشتغل انهانسمنت على على الفريكوانسي دومين. ده في الايمج بروسيسنج ان جنرال، يعني مش بس الميديكال، يعني مش ميديكال ايمج بروسيسنج ان جنرال. في الايمج بروسيسنج يشتغل سواء اي اوبريشن مش بس الانهانسمنت، وان كان الانهانسمنت يعني جزء من، يعني بما ان احنا شغالين انهانسمنت من المره اللي فاتت فهي الاوبريشنز اللي شغالين عليها. عندنا هنشتغل على في السبيشال دومين يا اما في الفريكوانسي دومين. طيب في السبيشال يعني ايه سبيشال دومين؟ يعني فريكوانسي دومين. سبيشال دومين هو البيكس الماتريكس، اتفقنا احنا عملنا اكوزيشن للصوره فبقت ماتريكس. الماتريكس هنشتغل عليها زي ما هي. وايه هي الماتريكس؟ عباره عن بيكسل، كل ماتريكس كل اصغر يونت فيها البيكسل، والبيكسل دي قلنا بتشيل الجري ليفل او الكلر، بنسميها كلر او انتنستي فاليو، اللي هي القيمه بعد ما عملنا ديجيتايزيشن للصوره، يعني حولناها بقت ديجيتال. تمام. لان الصوره على الطبيعيه في الحياه هي كونتينوس، فاحنا بنحولها ديسكريت او ديجيتال، وعملنا عليها سامبلنج والكلام ده خدناه في الاول خالص. عملنا سامبلنج عشان خاطر ناخد قيم معينه، ما ناخدش كل الصوره عشان السايز والكلام ده كله. تمام. الماتريكس بعد ما الصوره خلاص بعد ما بقت ماتريكس. تمام. بعد ما بقت ماتريكس بقت روز وكولومز. تمام. كل قيمه في الماتريكس دي اسمها بيكسل، بتشيل كل بيكسل بتشيل في الجري ليفل اللي احنا شغالين عليها الصوره الطبيه عموما. احنا اتفقنا ان في الميديكال ايمجنج بنشتغل جري سكيل، اللي هي كل بيكسل، وخدنا ايه الفرق بين جري سكيل والار جي بي والمونوكروم، خدنا الكلام ده كله في اول محاضره او الثاني محاضره. الجري ليفل كل بيكسل بيشيل 1 بايت، يعني 8 بت. تمام. فبالسبيشال دومين هشتغل عليه على كل بيكسل زي ما هي كده. تمام. بعد ما تحولت لماتريكس. طيب في الفريكوانسي دومين لا، انا باخد الماتريكس دي كلها بضربها في معادله الفورير ترانسفور. معادله الفورير ترانسفور بتحول لي الماتريكس دي لماتريكس ثانيه خالص، كل بيكسل بتاخد قيم ثانيه خالص ما لهاش علاقه بالماتريكس دي، وقيم مختلفه خالص وشكل ثاني
خالص، انما ده شكل الصوره الطبيعيه لو انت عرضته هتلاقي، انما ده شكل خالص مش شكل الصوره خالص. تمام؟ فبعمل كل الاوبريشنز هنا على الفريكوانسي دومين ده، تمام؟ وبعد كده بعمل حاجه اسمها انفرس بالمعادله العكسيه اللي احنا عملنا هنا معادله فورير، فحولنا دي المعادله العكسيه بالانفرس فورير ترانسفورم، يروح مرجع لي بعد ما عملت الانهانسمنت والشغل ده كله، اروح عامل الانفرس ويروح ايه يطلع لي ايه الصوره بعد ما حصل عليها ايه الانهانسمنت ده ان شاء الله هناخده كمان شويه. المهم احنا شغالين في السبيشال دومين اللي هي ايه الصوره الاصليه الماتريكس الايه الاصليه، تمام، بالبيكسلز الايه الاصليه. تمام، في السبيشال دومين عندنا احنا قلنا في تو اوبريشنز بيشتغل عليهم في السبيشال ايه السبيشال دومين. ايه تو اوبريشنز دول؟ اي اوبريشن، اول اوبريشن اللي هي البوينت بروسيسنج، ده الايه بوينت بروسيسنج، تمام. وفي تاني اوبريشن اللي هو الايه احنا اللي هي الايه الماسك بروسيسنج او فلتر بروسيسنج، ماسك بروسيسنج. او فلتر بروسيسنج، تمام. خلي بالكوا احنا زي ما اتفقنا قلنا ماسك او فلتر، او فلتر او كيرنر او ويندو بروسيسنج، كل ده كل ده ماسك بروسيسنج فلتر فلتر بروسيسنج كيرنر بروسيسنج ويندو بروسيسنج او تمبريت، كل ده معنى واحد او تمبريت بروسيسنج، تمام. كل ده نفس المعنى. المعنى ايه؟ احنا المره اللي فاتت احنا زي ما اتفقنا ان الصوره الاصليه، تمام، كل بيكسل بشتغل عليها على حده بعمل ايكويشن معين، فاكرين الباور لو واللوج والكلام ده، ولا يكون اللوج مثلا اللوج ترانسفور معادله اللوج، فاضرب كل بيكسل على حده في المعادله تديني قيمه، القيمه دي اروح حاططها في ايه؟ في ماتريكس جديده اللي هي ايه؟ بعد ما حصل عليها الايه؟ الانهانسمنت. كل بيكسل اتضربت في معادله اللوج مثلا اديني قيمه ثانيه، البيكسل اللي بعديها ضربت في المعادله مثلا اللوج او الباور لو اي حاجه تديني القيمه اللي بعد كده، وكل واحده بتتحط في مكانها في ايه في الماتريكس الجديده. واضح؟ انما في الماسك بروسيسنج بقى لا، انا بشتغل هنفترض ان دي الصوره اهي فيها طبعا روز كتيره وكولومز كتيره، تمام؟ لا انا بمشي بويندو او كيرنل او ماسك 3 في 3 3 في 3. الويندو دي بركبها على ايه؟ على كل بكسل، بخلي السنتر بتاع البكسل على اخلي السنتر بتاع الويندو فوق السنتر بتاع مين؟ البكسل اللي انا هشتغل عليها، تمام؟ طبعا اول بكسل السنتر الويندو هتبقى ايه؟ هيبقى عندي حاجات خارج الايه؟ خارج الصوره، يعني مثلا ايه؟ السنتر لو هركب الويندو ده 3 في 3 على البكسل دي هتبقى هتاخد البكسل دي ودي هتبقى عامله كده. الويندو تبقى هنا كده، تمام؟ الويندو هنا كده. هتبقى البكسل دي والبكسل دي والبكسل دي والبكسل دي من الصوره، انما عندي 1 2 3 4 بكسلز خارج ليه؟ لان هي على الطرف. طب بنعمل ايه؟ احنا اتفقنا او زي قلت لكم المره اللي فاتت عندنا كذا حل، يا اما وانا اقول لك مثلا اطلب منك انك تعمل بان ميثود ان انت تحط زيروز تعتبر هنا زيروز في البره، يا اما تحط قيم معينه وحايد او تنجلكت يعني كانه مش موجود يعني كانه بزيرو، او ياخد نفس القيمه اللي على البوردر يعني ناخد نفس قيمه البكسل. الكلام ده كله حسب ما انا بقول لك، عاده بيخلي البوردر ايه بزيرو، تمام، الا اذا انا قلنا غير كده. المهم الويندو دي بتركب على كل بكسل، ايه اللي بيحصل؟ كل قيمه جوه الويندو بتتضرب او تتجمع او تتقسم زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الاوبريشنز على كل قيمه فوقيه، يعني السنتر على السنتر، والبكسل دي هتركب على البكسل دي والبكسل دي على البكسل دي، حسب كل واحده ايه
حسب ما تيجي فيها وتحصل كل واحده الاوبريشن تتم على كل بيكسل مع اللي تقابلها اللي هي جت عليها. تمام، يحصل شويه اوبريشنز والناتج كله بتاع على سبيل المثال لو هنجمع هنعمل افريجنج مثلا عن كل بيكسل، تمام، او يعني هنضرب كل بيكسل ونقسم على العدد، كل بيكسل تضرب في ما يقابلها ونقسمه على عددهم والقيمه اللي تطلع تتحط في ايه، يا قيمه جديده يا قيمه جديده. الماتريكس هنا اهي، ماتريكس هنا تاخد الايه القيمه الجديده بعد ما حصل عليها الاوبريشن. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني البكسل هنشتغل، مش هنشتغل على البكسل لوحده، هنشتغل على البكسل والجيران بتوعها. هنفترض ان الماسك ده هيركب هنفترض ان دي هي اللي هيركب عليها الماسك ده، فبالتالي الماسك هيبقى هو الجزء ده كله، الجزء ده شتات الثلاثه، هاخد 3 في 3 دي السنتر و 1 2 3 فوقيها، 1 2 3 على الجنب، 1 2 3 على الجنب هنا، 1 2 3 على الجنب اللي هو الجزء ده، ماشي تمام. اما يركب الماسك ده على الجزء ده كل بيكسل، كل جزء بيكسل في الماسك، تمام، هيحصل اوبريشن مع اللي تحتها ونجمع المجموع كله، تمام، او نعمل عليه اوبريشن معينه والناتج نحطه ايه مكان البيكسل اللي هي ايه موجوده في السنتر. تمام، هناخد ايه اكزامبل بالقصه دي. طب هنشوف اكزامبلز حيه في المحاضره ان شاء الله. تمام، ده اللي ان شاء الله هناخده النهارده، ان احنا نشتغل على الفلتر بروسيسنج او الماسك بروسيسنج. بيقول لك هنا طب ان احنا نشتغل على الميديكال ايمجي، ايه اللي البوينت بروسيسنج كانت دو ما يقدرش يعمله؟ حاجه اسمها بلورنج او سموسي، وحاجه اسمها ايه شارتنج. يعني البوينت بروسيسنج ما يقدرش لا يعمل لا سموسي ولا شارتنج. ايه هو سموسي؟ دي صوره ليفر. ايه الليفر؟ هو الكبد. طبعا هي دي شريحه من البطن، لان الكبد بيتعمل له سكاننج، بيتعمل سكاننج من البطن، تمام، فدي بيبقى جزء من المعده في كل ايه في كل شريحه، وادي هو هنا ايه الكبد في الجزء ده، تمام. دي الصوره الاصليه. بلورد يعني ايه؟ شايفين هنا بيبقى فيه بلورنج يعني بيبقى فيه هنا زي ما فيش شارب ايدجز، يعني الحاجات الشارب كده بنخلي زي كده ان الحروف الى حد ما ايه تدخل شويه في الاوبجكتس اللي جنبها، تمام، الدنيا مش شارب، بتبقى فيها حاجه اسمها بلورنج او سموثنج، تمام، يعني مفيش شارب ايدج بين اوبجكت واوبجكت، يعني الحروف دي مش ايه مش حاده، اهي شايفين بنخليها ايه داخله شويه في الاوبجكت اللي التاني. كل اوبجكت يعني ايه اوبجكت؟ يعني كل عضو، يعني بنعتبر ده اوبجكت، كل عضو كله كل عضو شبه بعضه بنعتبره اوبجكت، تمام. فبلورنج نخلي الايه الدنيا ايه مش شارب، عكس الشارب، ان بقى ايه مفيش شارب ترانزيشن. يعني ايه شارب ترانزيشن؟ يعني مفيش قيمه عاليه قوي وقيمه تحت قليله قوي، لا يعني في ايه حاجه كده ايه قيم قريبه شويه من بعض، وان كان برضه الاوبجكتس واضحه. طب انا بعمل ايه بلورنج؟ البلورنج ده مهم جدا انه بيشيل لو في نويز، في نويز اللي هي النقط اللي بتتحط من السكانر او الكلام ده او اي يعني عامل الجو حصل لها في الترانزيشن وانت بتبعتها على نتورك اي حاجه، حط لك نويز هنا، عايز اشيل النويز دي، البلورنج هو اللي يشيل النويز، تمام. طيب عكس البلورنج هو الشاربنج. الشاربنج ان انا شايفين الصوره دي، انا عايز اوضح الاوبجكتس قوي، عايز اوضح الحدود والفروق ما بين كل اوبجكت واوبجكت، وقلت لك ده مهم جدا عشان اتعرف على كل اوبجكت، ان انا افصل، هنحتاج بعد كده نفصل كل اوبجكت بطريقه يعني فيها يعني اكيورسي عاليه، يعني ما ينفعش اسيب حته منه او اوبجكت او اخد حته من اوبجكت مع اوبجكت، فبالتالي انا عايز اخلي الفوارق ما بين كل اوبجكت واوبجكت فوارق واضحه، فبالتالي بعمل ايه يا شباب؟ بعمل شاربنينج زي ما احنا شايفين. البوينت بروسيسنج لا يقدر يعمل بلورنج ولا يقدر يعمل شاربنينج، تمام، لان كل بيكسل بتتعامل لوحدها على حده، انما طالما ان انا عايز اوبجكت على بعض يحصل فيه حاجه، فانا محتاج اشتغل على البيكسل وجيرانها، تمام، زي ما عملنا هنا في الايه في البوينت اوبريشن اهو، زي ايه بشتغل على البيكسل واللي حواليها، يعني البيكسل دي بركب عليها ماسك وبشتغل عليها هي واللي حواليها. طب ممكن 3 في 3 بس؟ لا، ممكن اخد ماسك 5 في 5 او 9 في 9، لازم يكون فردي لان انا عندي بوينت في النص والباقي حواليها زوجي، تمام. طيب ده سبيشال فلترنج، ايه مش فلترنج هنعمل ايه؟
زي ما اتفقنا neighborhood operations work with the values of the image pixels in the neighborhood and the corresponding values of the sub image that has the same dimension as the neighborhood. بشتغل neighborhood اللي هو الجيران يعني بشتغل على البيكسل وايه وال 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 والبيكسلز البيكسلز اللي انا واقف عليها في السنتر وحواليها من الجيران تمام. طيب the sub image is called sub image. هو هنا مسمي sub image اللي هي هشتغل على يعني جزء من الصوره قطعت جزء من الصوره كاني ركبت عليها ويندو بنسميها ايه فلتر ماسك كيرنل تمبلت او ويندو. The values in the filter sub image are referred to coefficients rather than pixels. يعني الفلتر ده انا ممكن يا شباب الفلتر ده اللي هشتغل عليه ده يا اما اركب فلتر فاضي يعني لو ركبت فلتر فاضي ما فيهوش حاجه على الثلاثه في ثلاثه دول بس يبقى هشتغل على 3 في 3 بيكسلز دي بس ما فيش قيم هتجيلي بره من الفلتر فانا ممكن اجمعهم على بعض واقسمهم على عددهم اطرحهم من بعض اضربهم في بعض بس ما فيش حاجه ايه تمام والقيمه اللي تطلع يعني ممكن اجمعهم على بعض اجمع القيمه اللي واقف عليها الويندو دول 3 في 3 كاني ركبت كده ايه شباك 3 في 3 حطيته على الجزء ده فخدت الجزء ده سب ايمج قطعته وجمعته على بعض والناتج وقسمته على عدده والناتج حطيته في ايه في مكان في صوره جديده بس في نفس المكان في البكسل هنا فدي هتتحط مثلا في الصوره الجديده ايه في نفس المكان وبالتالي هعمل صوره جديده بقيم ايه بقيم جديده. طب ممكن الفلتر ده يكون فيه قيم يعني بيكون هنا 3 4 5 في الفلتر الجديد وبالتالي هيركب وفيه قيم وبعدين ايه اللي يحصل كل واحده تحت كل بكسل تحت وقف عليها الويندو او الماسك مع البكسل اللي تحتها كل واحده مثلا تتضرب في اللي تحتها او تتجمع على اللي تحتها او تتقسم على المهم كل حاجه مع اللي تحتها يتعمل يبقى في اوبريشن ما ممكن يضربوا ببعض وبعد كده الجمع المجموع يتقسم على عددهم مثلا والباقي برضه يتحط على ايه يعني انا ممكن اعمل اوبريشن الفلتر ده يبقى فاضي واعمل اوبريشن مع البيكسلز اللي تناظره او الفلتر ده فيه قيم تدخل في الاوبريشن او في الايكويشن اللي هتتعامل مع ايه مع الفلتر اللي واقف عليه والقيمه برضه الناتج يتحط في القيمه اللي هي في السنتر. طب انا همشي على كل بيكسل كده ايوه كل بيكسل همشي هبدا من هنا اركب الويندو هنا هياخد الثلاثه في ثلاثه دول زي ما اتفقنا وبعدين يركب هنا هياخد الثلاثه في ثلاثه دول كده بعدين يركب هنا هياخد الثلاثه في ثلاثه دول يبقى انا همشي على كل بيكسل وهكذا لحد ما اخلص ايه الصوره تمام. طيب النيبر هود اللي هي الجيران ايه اللي بيحصل معاهم باي ديفاين السنتر بوينت اكس واي اللي هي زي ما قلت لكم البيكسل اللي في النص هي اللي هشتغل عليها performing an operation that involves only the pixels in a predefined neighborhood about the center point اللي احنا قلناه اللي هي مثلا 3 في 3 بشتغل على 3 في 3 بيكسل اللي هي ايه اللي هي السنتر بتاعتهم البيكسل اللي انا هشتغل عليها letting the result that operation appear the response of the pixels in that point يبقى القيم الجديده تتحط في مكان القيمه السنتر اللي انا واقف عليها القيمه الجديده ولتكن كانت 3 وبعد ما عملت اوبريشن بقت 5 احطها في الماتريكس الجديده بقت 5 او كانت 3 وبقت 2 تتحط 2 وهكذا بقعد ريبيت فور افري بوينت ان ذا ايمج بريبيت القصه دي في كل بوينت ايه في الصوره فانا عندي جي اكس واي الصوره الجديده اللي بعد ما تعملها انهانسمنت فهي ترانسفورميشن فانكشن الايه للصوره الاصليه. تو جولز احنا قلنا سموثنج وشاردنج عندنا هدفين سموثنج وشاردنج دي الصوره الاصليه ده سموثنج ده ايه شاردنج example يعني. طيب ديفاين احنا زي ما ده اللي احنا شرحناه ده ديفاين سنتر اهو اكس واي عند كل بوينت بمشي بويندو وحد كل الويندو ده يركب على كل بيكسل وكل وبالتالي كل بيكسل هتبقى السنتر ويشتغل على الثلاثه في ثلاثه اللي حوالين البيكسل دي والناتج احطه مكان البيكسل اللي في السنتر اهي perform an operation that involves only the pixels in the predefined neighborhood result of the operation response of the process at the point repeat the process وهكذا. طيب the most common neighborhood operation is multiply طبعا اشهر اوبريشن بنعمله ان انا اجمع اضرب كل بيكسل في الايه هنفترض ان ده الماسك اهو بقيم w ودي الصوره بقيم f احنا اتفقنا ايه fx وy فهي fx minus 1 y fx تحتيها fx plus 1 y على جنب fx plus 1 y minus 1 وهكذا ادي الويندو الجديده دي مش تبع الصوره خالص ده الماسك اللي هيركب ده اللي هيركب على الجزء على الصوره فبتبقى w 0 0 هنا 0 1 هنا 0 minus 1 وهكذا الاحداثيات بتاعته فايه اللي بيحصل اشهر اوبريشن ان لو ركبت ده على ده ان انا اضرب كل واحده فيما يقابلها اضرب اضرب القيمه w minus 1 في minus 1 في تضرب في x minus 1 y minus 1 w minus 1 و 0 تضرب في x minus 1 و y احنا قلنا كل واحده بتركب عليها فايه بتبقى فوقيها فبالتالي كل واحده ايه
بتضرب في ما يقابلها ماشي W0 minus 1 تضرب في دي و W0 تضرب في دي ونجمعهم كلهم مع بعض اشهر اوبريشن والناتج تمام الناتج يتحط فين في السنتر في مكان القيمه اللي في النص وبعد كده ناخد الويندو نمشي في البكسل اللي بعدها نروح نركب الماسك ده عليها ويبقى السنتر ده يركب هتبقى دي السنتر وبالتالي ها هنكمل ايه 3 في 3 من الصوره الصوره بقيه الصوره اهي دبليو واي وجي دول في اكس واي بلس واي 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 بلس جي. طيب برضه ده شكل توضيحي اهي ادي الماسك وادي الصوره فهنركب الماسك على الصوره وكل واحد يضرب في التحديد والنتيجه تتحط مكان القيمه الايه اللي في الماسك. طيب بيكسلز ان ذا نيبر هود ار كورليتد طب بيقول لك هنا السؤال واي لوكال اشمعنى النيبر هود اشمعنى بشتغل على البيكسل جيرانها لان البيكسل عاده بتبقى ليها علاقه بالجيران واضح؟ عادة اي بيكسل بيبقى ليها علاقه ايه؟ بالجيران. وطالما ليها علاقه بالجيران يبقى اذا انا ممكن اشتغل عليها وعلى جيرانها وبالتالي ان اي تغيير يحصل فيها تمام؟ اي تغيير يحصل في الجيران بيأثر عليها عشان كده بيشتغل على البيكسل على جيرانها. طيب بيقول لك ريكتانجلر نيبر هودز اوفن يوز اون اود نمبر ليه بنخلي الويندو 3 في 3 5 في 5 وكذا ليه اود؟ لان عندي بيكسل في نصه عليها رقم زوجي ده طبيعي يعني. تمام؟ طيب في بالنسبه للبوردر زي ما اتفقنا انا عندي هنا ايه جزء في البوردر البوردر طبعا لما باجي اركب الماسك فالماسك هيطلع بره اول بيكسل زي ما اتفقنا اول بيكسل اهي اول بيكسل هنا في الصوره هنفترض ان الصوره اول بيكسل اللي هركب هنا وهخلي السنتر بتاع الماسك هنا هتبقى بقيه الماسك هيطلع بره لان هاخد مثلا الجزء ده بقيه الماسك فهعمل ايه في ده انا هقول لك بقى تحط فيه سبار ياخد القيمه اللي على البوردر يا يعني في كذا حاجه انا هقولها لك لو انا سالتك فيها اقول لك هتعمل ايه تمام اجنور البيكسل يا اما اجنورها كانها مش موجوده يعني زيرو يا اما اد قيم معينه في البوردر يا اما زيرو 255 ممكن احط 255 او زيرو قيمه في البوردر او تشينج السايز بتاع الفلتر ماسك اد ذا بوردر يعني الماسك في البوردر بدل ما يبقى 3 في 3 ياخد البيكسل اللي هي في السنتر مثلا ياخد مثلا هنفترض هنا لو هركب هنا ماسك وهنا هركبه هنا وده هيبقى سنتر هخلي الايه هخلي الماسك هنا بدل ما 3 في 3 هخليه 2 في 2 هنا بس اللي على البوردر انما جوه يبقى 3 في 3 عادي تمام يعني كاني حطيت هنا زيرو هي طيب بيقول لك ان الفلتر ده ماسك اهو لو ركب على الصوره دي ممكن يعمل فيها ايه؟ ايه الفلتر ده ممكن يعمل ايه؟ زيروز وواحد في النص ممكن يعمل ايه؟ زي ما فهمنا لو ضربت كل بيكسل كده لو ما ركبت كل طبعا هركب الويندو ده على كل بيكسل هيركب هنا هي وجيرانها وكده وهنا 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 وكله هيفضل يركب فيهم كده يبقى يمشي عليهم بيكسل بيكسل يمشي عليهم بيكسل بيكسل تمام؟ وطبعا ايه اللي هيحصل؟ هضرب كل بيكسل في الماسك مع كل ما مع البيكسل اللي تنظرها في اللي هتقف عليها كلها هتضرب اللي هتقف هنا كل بيكسل على الماسك هتضرب في ما ينظرها البيكسلز اللي واقف عليها تمام؟ وهنجمع ونحط الناتج في السنتر. طب ده ممكن يعمل ايه؟ ده ممكن يعمل ايه؟ مش هيعمل اي حاجه هيرجع للصوره هيعمل ايه؟ الصوره ايه؟ زي ما هي لان ده الايدنتيتي. جرب كده يعني تخيل لان انت طالما هتضرب الماسك ده في كل بيكسل وتحط هنا فكل لو هركب الماسك ده على اي بيكسل كل الجيران هيبقوا بزيروز وهيفضل اللي في النص بواحد يعني القيمه اللي في النص يعني هيرجع لك البيكسل زي ما هي بس لان طالما انت ضربت الجيران في زيرو كان ما عملتش اي حاجه وضربت اللي في النص في واحد كان البيكسل زي ما هي فحطيتها زي ما هي كان خدت كوبي من الصوره ده بيعمل كوبي من الصوره. طيب ايدنتيتي دي نسميها ايدنتيتي فانكشن لين ليفز ايمج الون هي زي ما هي. طيب احنا عندنا في اكتر من نوع من الفلتر السبيشال فلترنج تمام عندي حاجه اسمها لينير فلتر ونون لينير فلتر. في اللينير فلتر عندنا حاجه اسمها السموثنج اللي قلنا عليه فلتر الايدج انهانسنج فلتر هو الشاربنج ايدج انهانسنج ده الشاربنج يبقى سموثنج وايه وشاربنج. السموثنج هناخد المين فلتر ماشي والجاوسيان فلتر. في الشاربنج هناخد السوبر والايه بريوت واللابلاس. في النون لينير فلتر هناخد حاجه اسمها المين ماكس والميديان وده كله ان شاء الله تعملوه يا شباب بالبايثون ونخلي الباشمهندس امل ايه تتابعكم حتى لو اونلاين
زي ما اتفقنا عايزين نعمل الباكج اللي اتفقنا عليها ونعمل سوفت وير كده محترم في كل التكنيكس دي. تمام؟ طب تعالوا نشوف السموثنج فلترز. السموثنج فلترز بيبقى اسمه لو باس فلتر، ده اسمه. تمام؟ لو انتوا لاحظتوا الصوره دي يا شباب، مش عارف واضحه ولا لا، فيها نويز. ايه النويز ده؟ نقط كده، النقط. طبعا يا شباب في نويز ليها انواع كتير. تمام؟ وان شاء الله الانواع دي هناخدها ايه؟ هناخدها وبرضه هنتعرض ليها. فالنويز دي احنا عايزين نشيلها. مين يحسن لي الصوره دي ويشيلها لي؟ السموثنج ولا الشاربنج؟ ده الشاربنج ايه؟ ده يزودها، انما السموثنج يشيل كل النويز دي، لانه بيشيل اي ترانزيشن، شارب ترانزيشن ما بين اوبجكت واوبجكت، وبالتالي هيشيل كل النويز دي. هيعتبر النويز دي هيعتبر البيكسلز اللي هي مالهاش علاقه بالاوبجكت نويز، فهيروح ايه؟ شايلها. طب اهو ريكير تو لو باس فلتر ريديوس شارب ترانزيشن انتنسيتيز، ده هو السموثنج او البلورنج، ريديوس نويز، ريديوس الريليفنت ديتيلز ان ذا ايمج، بلور ايدجز، بيبلور الايدجز يعني ما بيخليهاش شارب، ما بيخليهاش حاده. تمام؟ ايمج نويز از راندوم، طبعا النويز دي بتبقى راندوم، بتتحط بطريقه راندوم وليها انواع. تمام؟ وبتغير في وتبقى وده عباره عن فاريشن في البرايتس بتاع او الكلر بتاع الصوره. تمام؟ ودي عاده بتيجي من الكترونيك، ممكن نويز من السكانر او ممكن سنسور او ممكن لما اتبعتت من مكان لمكان. تمام؟ طيب تعالوا نشوف انواع السموثنج فلتر. شايفين الفلتر ده يا شباب؟ شايفين الفلتر ده؟ الفلتر ده عباره عن ايه؟ وحايد وبقسم على 9. ده يعني ايه؟ يعني كاني بضرب كل بكسل في واحد واقسمها على 9، يعني بقسمها على عددهم، كاني بعمل حاجه اسمها ايه؟ افريجنج. كاني بجمع البكسلز كلها واقسمها على عدد. ما ضربت في واحد وقسمت على 9، يعني ما هو 3 في 3، ما بركب كل ال 3 في كل بكسل، كل الماسك ده بركبه على كل بكسل، او بخلي كل بكسل تبقى السنتر بتاعه، فبجمع كل البكسل وجيرانها مع بعض واقسمهم على عددهم، كاني ضربتهم في واحد وقسمتهم على عددهم، هي هي. ده بيعمل افريجنج، وده من اهم انواع السموثنج او من اشهر انواع السموثنج اهو. فالناتج بتاعه هيعمل لي ايه؟ السموثنج ده. طيب شايفين الفلتر ده يا شباب ممكن يعمل ايه؟ الفلتر ده ممكن يعمل ايه؟ كله زيروز وواحد هنا على الجنب. يعني الصوره اهي، ده ممكن تخيلوا كده قبل ما نقول، يلا يعني كل واحد يخمن كده، البكسل ده يعمل ايه؟ الفلتر ده يعمل ايه؟ ده بيعمل حاجه اسمها شيفت، يعني بيزق الصوره كده. الواحد هنا هيزقه كده. لو كان الواحد هنا كان زقه كده. شايفين؟ شايفين الصوره اتزقت؟ شايفين الجزء ده كله كان الصوره اتزقت في الناحيه دي. شيفت ليفت باي 1 ايه؟ 1 باي 1 باي بكسل. طب الفلتر ده ممكن يعمل ايه يا جماعه؟ قيمه كبيره في النص وحواليها سوالب. ده من اشهر انواع الشاربنينج. ده بيعمل شاربنينج يا شباب، شايفين؟ ده بيعمل شاربنينج. وطبعا اشمعنى قيمه موجبه وحواليها سوالب؟ طبعا قسمنا على العدد. اشمعنى لو لاحظت لو عملنا قيمه سالبه في النص وحواليها موجب هيدي نفس التاثير، او قيمه موجبه في النص وحواليها سوالب. هناخد الكلام ده هنقول ليه وهتعرف ليه امتى؟ ان شاء الله لما ناخد الشاربنينج تكنيكس والديريفاتيفز والكلام ده، لان ده نوع من انواع الديريفاتيف الاشتقاق. هنشوف القصه دي ان شاء الله قدام. بصوا مش قلنا هنا في حاجه هنا ايدج هانسمنت سوبل بيروت لابلاس، دول كلهم بيعملوا شاربنينج، يعني الماسكات بتاعتهم هتبقى شبه الماسكات شبه الماسك ده. تمام؟ هنشوف ليه. تمام؟ طيب المين فلتر اللي احنا اتفقنا عليه؟ هنشرح اللي احنا قلنا اللي هو بيعمل افريجنج ده، بريبليس اتش بيكسل وذ ذا افريج اوف اتسيلف اند اتس نيبر ذا كيرنل. طبعا كل بيكسل يعني بجمع القيم اللي تحت الويندو ده واقسمها على عددها، بس كان ضربت كل بيكسل في واحد وقسمتهم على عدد، هي ذا كيرنل دبليو كونتينز اول، ده اللي احنا قلناه. ذا ريزلت از ديفايدد باي ذا سام اوف ذا ويتس وذ 1 على 9 بعد كده 3 في 3 كيرنل وهكذا. فاست اوبريشن طبعا ده سهل جدا، فاست اوبريشن سهله، وسمول ديفرنس بيكسل فاليوز ويل بيكام مور لايك ايضا ذير نيبرز، يعني كل البيكسل هتبقى شبه جيرانها، وبالتالي هشيل النويز وهعمل بلورنج للايدج. تمام؟ دي المثال توضيحي ان انا ايه جي اكس واي، ان انا بضرب كل البيكسل، بضرب كل بيكسل من الماسك، كل بيكسل ركب عليها الماسك او يعني تحت الماسك. تمام؟ واجمعها على الايه؟ على العدد. دي الايكويشن. تمام؟ عندي نوعين من الافرجنج فلتر، اللي هو النوع ده ان مجمعهم كلهم واقسمهم على عددهم. تمام؟ 9 على 9 اللي هم عددهم بيكسل، لان الماسك هيركب على 9 بيكسل. يا اما ده نوع ثاني من الافرجنج. تمام؟ اعمل ماسك احط فيه قيم مختلفه
واقسم على مجموع القيم اللي جوه الماسك ده الافرجنج برضه، يعني مثلا ايه 1 و2 3 و1 4 و2 6 و4 10 و2 12 13 15 16 فمجموعهم 16 فاقسم على 16 مع ان الماسك 3 في 3 واروح ضرب بقى كل بكسل في اللي تحتها، يعني واحد يضرب في اللي تحته واثنين تضرب في البكسل اللي تحتها فيما يقابلها وواحد في المقابله واجمع واقسم على واجمع كله واقسم على 16 والقيمه اللي هناك احطها مكان البكسل اللي في النص وهكذا، واروح ماشي في البكسل بعدها اعمل نفس الايه الاوبريشن. تعالوا نشوف اكزامبل اهو حي، هنفترض ان دي الصوره ان ده دي الصوره الاصليه، دي الصوره الاصليه وده الماسك اللي هيركب على الصوره تمام. فادي الماسك وطبعا اللي هو 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ودي الصوره الاصليه 0 0 0 0 12 9 0. هنفترض ان احنا ايه وصلنا للبكسل دي، هي دي البكسل اللي هيشتغل عليه. خلاص احنا خلصنا دي وخلصنا دي وخلصنا دي، لان المفروض اصلا ببدا من الشمال يعني خلص الصف ده وبعد كده انزل للصف ده خلص ده ادخل في هنا. انا افترض ان احنا ايه هنبدا ان البكسل اللي عليها الدور هي الايه البكسل رقم 12 دي. فهتركب عليها هيركب عليها ماسك، هعمل ايه كل بكسل تضرب فيما يقابلها واقسم على ايه 16 اهي 1 في 0 2 في 0 1 زائد طبعا 1 في 0 زائد 1 في 0 زائد 2 في 0 زائد 1 في 0 زائد 2 في 0 زائد 4 في 12 4 في 12 زائد 2 في 9 زائد 2 في 9 زائد 1 في 0 تمام اي 1 في 0 زائد 2 في 22 زائد 1 في 17 واللي هو هقسم على 16 هيديني 1127 على 16 اديني 7 وحوالي 9 من 10. طبعا ما عنديش ما فيش حاجه اسمها كسور في البكسل فهتتقرب بكام؟ ب 8. يبقى اذا الصوره الجديده ال 12 دي هيبقى ايه مكانها ايه؟ 8 الانهانسد ايمج ال 12 يبقى مكانها ايه؟ او الفلتر بكسل يبقى مكانها 8 تمام؟ تعالوا نشوف اكزامبل الافرج فلتر في الميديكال ايمجنج. دي صوره شريحه من مخ تمام؟ الشريحه دي الجهاز حط فيها نويز ام ار اي. طبعا ام ار اي اللي هي بالرنين المغناطيسي بتاخد، احنا اتفقنا احنا بناخد المخ شرايح متاخده بالرنين المغناطيسي تمام. فلما عملنا عليها الافرج شايفين شال جزء كبير من النويز وحسنها الى حد كبير. تعال نشوف الجزء ده برضه شريحه من مخ تمام من ام ار اي معمول محطوط عليها سباركل نويز. دي طبعا نويز حاجه اسمها صلت وبيبر، لو نقط بيضاء تبقى اسمها صلت، لو ملح بيبر اللي هو الفلفل، لو كانت نقط سوداء. هنشوف كل انواع النويز ان شاء الله بعد كده. دي حاجه اسمها سباركل نويز تمام، بتتحط بشكل معين جوه الاوبجكتس نفسها تلاقيها بتتخلل الاوبجكتس تمام. فبرضه الصوره دي بالافرج فلتر حافسينها الى حد ما تمام، اللي هي البكسل النويز اللي هي اللي جوه تمام. طيب فاحنا عندنا الافرج اكزامبل ادي، يعني صوره دي صوره كابل عايزين نعمل بلورنج. يبقى فاكرين البلورنج ده بلورنج اللي هي الماسك 1 على 9 ما هي 1 على 9 1 على 9 1 على 9 كان انا ايه 1 1 1 1 1 وطلعت التسعه بره، يعني بجمع كل بكسل كل ويندو بقف عليها بجمع كل الجيران بكسل مع جيرانها واقسمهم على عددهم واحط القيمه في البكسل ايه اللي واقف عليها في النص تمام. فلو مشيت الصوره ديت وعملت عليها الماسك بتاع الافرج ده هيعمل لي حاجه اللي هي البلورنج ده تمام. دي صوره ايه كبد، ده احنا زي ما اتفقنا دي شريحه من البطن بس هي ايه فيها الكبد تمام. طبعا ادي المين فلتر اكزامبل تاني، صوره دي الانبوت ايمج صوره قمر 3 في 3 عملنا لها 3 في 3 كيرنل بالمين. كل ما نزود مساحه الكيرنل يا شباب بيزود البلورنج، ده 5 في 5 تمام. هي ولا ايه؟ هنا 3 في 3 5 في 5 هي اعتقد هي نفس الصوره مين ايمج 3 في 3 دي نفس ال تمام شبه خالص. طيب دي برضو انبوت ايمج ده فلتر بقى 11 في 11. كل ما بكبر السايز بتاع الفلتر او بتاع الويندو او بتاع الماسك كل ما البلورنج بيطلع ايه شديد جدا تمام، سيح الصوره ببعض خالص تمام. طيب احنا دي اول جزء من المحاضره يا شباب، ان شاء الله انتظرونا في الجزء الايه الثاني عشان ما نكبرش حجم الايه الفيديو.